يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلاً عن معمر الأصبهاني في عقيدته قال إيش؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية نقلاً عن معمر الأصبهاني في عقيدته يقول ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً، كيف نجمع بين هذا وبين أن الله عز وجل يغضب يوم القيامة غضبةً لم يغضب قبلها ولا بعدها مثلها؟ سبحان الله، يغضب ويضحك، سبحانه يضحك لعباده المؤمنين ويغضب على أعدائه الكافرين، يغضب على طائفة ويضحك لطائفة، ولا تعارض بينهما. نعم.